حمزق الشرع وقد فوحد المر واضح شعوب اخر الزمن يهديها مهدي مش صالح ده موضوع مضر ونافع مش موضوع دينك وديني هتلي شيء واحد بيأذي المسلم ويفيد المسيحي الاغاني اللي بتبعدك عن الواقع وبتفقدك اتصالك بالمشكلة ومش بتحسن من رؤيتك الاغاني دي حرام والاغنية دي حرام حرمانية دي اقل ده طبعا ان شاء الله كل الاغاني عموما تكوينها موسيقى وكلمات الموسيقى حرام لكن الكلمات هي اللي حلالها حلال حتى اعزب الالحان بتضر باعصاب الانسان عندك جوجل شوف ابحاث بفتح لك بس افق بمثال بعيد عن كل حديث وكل قصة فيهم شك بس اللي اعتبرنا ورقة امتحان كراسة رسم اما الاغاني الدينية دي تجارة بالايمان هنقرب لله بقرآن ولا بغنوة الفنان حلوا مشكلة بعد الناس عن ربنا لو على الموسيقى اللي محرمها تمدحوه هو في غنى نفس المخدر اللي خلق متعاطي يخلق مدمن قليل وهو حرام في حالة ان كثير ومسكر مكسبتش من سماعك ليا شيء حقيقي اخسره فهبطل اصل انا اللي ما استناش ان ابراهيم يكسره ولا مرة هيصنع عجل من انقاض كل سطر سبته وعارف اني لو مشيت وجيت هلاقيك ساجدله مكسبتش من سماعك ليا شيء حقيقي اخسره فهبطل اصل انا اللي ما استناش ان ابراهيم يكسره ولا مرة هيصنع عجل من انقاض كل سطر سبته وعارف اني لو مشيت وجيت هلاقيك ساجدله ما لا يدرك كله لا يترك كله فهموا شعوب صناعة التسلية اني مش لونهم اللي فاكر جهله بأمر ما يشفع ليه ده تناسى نقرأ اول كلمة نزلت على نبيه كل عالم مسلم افتى في الغناء فأباحه ما بصش ورا الباب اللي الموسيقى كانت مفتاحه انا وانت ادرى منه بهنا يا صانع المزيكا فاللي في دي محتاج لفتوى اهل الذكر مسؤوليتك اوصف للي نزلك المستنقع اللي شفته يوسف عم الرسول لحماية الحق رغم كفره الانسان خطأ اما اللي يوسوس شيطان فبلاش عشان نبان ملايكة نحلل الحرام ارفض العسل في السم فبلا سم بعسل نبدأ منع الخمر اربع مراحل خلق الكون ستة سمعت مني ومنهم في النهاية استفتي قلبك صدقني حابب مشهد الودع ملعون لقائنا مكسبتش من سماعك ليا شيء حقيقي اخسره فهبطل بس انا من اللي ما استناش ان ابراهيم يكسره ولا مرة هيصنع عجل من انقاض كل سطر سبته وعارف اني لو مشيت وجيت هلاقيك ساجدله مكسبتش من سماعك ليا شيء حقيقي اخسره فهبطل بس انا من اللي ما استناش ان ابراهيم يكسره ولا مرة هيصنع عجل من انقاض كل سطر سبته وعارف اني لو مشيت وجيت هلاقيك ساجدله